يبقى ثلاث انطار قدامها. الحاجات دي اتغيرت ازاي؟ والسرير ده جاي امتى؟ طب هو السرير ده اذا قدر الله يعني هيوصل في خلال قد ايه؟ بعد بكره خميس 22. ايه ده؟ نجدة! 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 هو السرير ده جاي امتى يا نجدة؟ قبل سفرنا بيوم يا حبيب. قبل سفرنا بيوم يا حبيبي؟ ده مطلع اغنية ده ولا ايه؟ يعني ايه قبل سفرنا؟ ايه ده؟ الخميس 29 غوليوس؟ الخميس 29 ايوه نجلاء نجلاء هو يا حبيبة قلبي السرير ده بقول لك ايه انت؟ مالك يا راجل عمال تسألني من الصبح؟ ما انت اللي مركبه مع العمالة بنفسك. استنى 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 انت اللي في وشك ده؟ ايه النضارة دي؟ وانا اقول الخنفان طار منين ده؟ يا لهوي سلامتك يا لمي، ما انت اللي جايبها لي ومركب السرير مع صناعية قبل ما نسافر المصيف. مصيف؟ انا رحت معاكم المصيف؟ ايوه استاذ لمبي. ايوه مين معايا؟ انا الدكتور احمد الشواف اللي كان معاك ساعة الوقعة من اسبوع. انت كمان اسبوع؟ قول لي انت كويس دلوقتي؟ لا انا كويس انا كويس انا كويس اه بس هو الايام حصل فيها طب كده اهو مش عارف. طب اقول لك يا دكتور ابو شلاو شواف ايه شواف بقول لك يا دكتور شواف اديني العنوان بتاعك. ما انت عارفه يا سيدي. انا مش عارفه اديني العنوان. انا مش فاهم حاجه دلوقتي. طب اسمع انا دلوقتي في البيت وطالع المستشفى، خد عنوان المستشفى تاني. استاذ لمبي المحامي وصل يا فندم. اهلا 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 مستر لمبي. اهلا اهلا اهلا. هاو ار يو؟ اي ام فاير بيس. وحضرتك دكتور في ايه؟ انا بتعالج من ايه؟ انا عندي صرع ولا ايه؟ ها مستر لمبي بليز ريلاكس، انا عايزك تهدى خالص. اهدى ازاي ده في اسبوع عدى من حياتي وانا ما مش هنا، انا ضاع في ازاي عاد وصور الاسبوع موجود على الموبايل. تقول لي ازاي؟ الاسبوع اللي عدى ده كان بسبب الوقعه اللي انت وقعتها، عملت لك تربنه في المخ. والتربنه دي حلوه ولا ايه؟ يعني شويه لجلجه في مخك كده. لجلجه؟ ايه اللجلجه دي؟ يعني تخليك تنسى اسبوع المصيف كله، وممكن تفتكر وانت رايح المصيف مراتك مثلا. مالها مراتك؟ ممكن تفتكرها. اه امك. اشمعنى؟ ممكن ما تفتكرهاش. في حاجات تفتكرها وحاجات لا، بس مش ممكن تفتكر او تنسى كل حاجه. واضح انه وش ساعتك بيوحي لي انه المرض بتاعي دمه خفيف. ممكن حضرتك تشرح لي بالتفاصيل والتيتيلز؟ انا هفهمك كل حاجه. بعد الوقعه بيوم. الو؟ ايه يا اسطى دكتور؟ الحقني، ده انا سلمت على قشه في السكرتير 7 مرات وحاسس اني عايز اسلم عليه تاني. اشرف ازيك يا اشرف؟ الحمد لله. عامل ايه الله يخليك؟ اه والله ازيك يا اشرف عامل ايه؟ انا كويس. وكل شويه اسلم عليه وكل مره بشوفه اول مره. ايه ازيك يا اشرف؟ عامل ايه؟ الحقني ازيك يا اشرف؟ انا كويس يا بيه. والله مش عارف ايه بقول لك ايه والنبي روح انده يا اشرف. واتقابلنا وعملت لك شويه فحوصات. الحمد لله لقيت المخ سليم والجمجمه كمان سليمه. بس في شويه تربانه بسيطه كده ولخبطه في اشارات المخ عندك. حطيت لك شريحه في كتفك تظبط اشارات المخ عن طريق العصب. انا بقى طورت الشريحه دي، خليتها تاخد من العقل وتديله عن طريق عصب الكتف، تنظم له تفكيره، تظبط له كهربته زي جهاز تنظيم ضربات القلب اللي بيحطوه تحت الجلد. يعني الشريحه اللي معاك دي تنظم لك حياتك.
خلصت ولا لسه سكادانس؟ على فكره الحكايه دي شغاله بقى لها حوالي 9 سنين دلوقتي. يعني مطبقه فعلا والله. الجديد بقى، الجديد في الشريحه بتاعتك ان انا ممكن احمل عليها برنامج اله حاسبه. اتفضل. والله يعني اعظم حسبه تحلها في ثواني. معقوله؟ امال. ومش بس كده، ممكن انزل برنامج تاني يخليك تحفظ كل ارقام تليفوناتك على دماغك. احفظ ارقام يعني دليل الهاتف يبقى على دماغي؟ طب ويا ترى هتنزل لي بقى الارقام دي بالرنات ولا ظبط المصنع؟ انا فاهمك. اتفضل معايا. اتفضل حضرتك. ايه؟ لا لا يعني اقلع يا بس مهندس. يا اخي اقلع كمك. اقلع كم اليمين ولا الشلات؟ الشمال. الكم بس الدراع ده. حاجه ولا ايه؟ ده مكان الشريحه. ايه ده دكتور؟ دكتور ده قاعد ينور، ده هينفجر ولا ايه؟ في حاجة يا دكتور؟ أنا دلوقتي نزلت شوية معلومات تقريبا ربع السجل المدني لمصر كلها. قول لي بقى امي اسمها ايه؟ ام حضرتك اسمها ايه؟ بص بعينيا وركز ارجوك، قول لي امي اسمها ايه؟ نادية الأسواني؟ إيه ده؟ أنا ساكن فين؟ 18 شارع المغيري مصر الجديدة؟ ده وأنا الحلوة. رقم بطاقتي إيه؟ 0117. يعني انا ابص في خلية اي حد اعرف منه اسم امه ايه وعياله كده؟ بالظبط كده. يعني انا ممكن انزل اي حاجه من اي كمبيوتر في الدنيا للشريحه بتاعتي؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش لسببين. السبب الاولاني لو حملنا زياده عن اللزوم على الشريحه ممكن تعمل عملية مسح عشوائي لأي حاجة في مخك، عشان كده لازم أكون أنا المسيطر الوحيد على التحميل ده. والسبب التاني وده الأهم، حق الاختراع. خليك دايما معايا في المتابعة. متابعة؟ وأنا معاك متابعة؟ أنا هحبل ولا إيه؟ البس يصدر عرضك. ما تقلقش عشان يبقى بنظام مضمون. ايوه انا نزلت لك برنامج ويندوز بالكامل وشويه قوانين يساعدوك في شغلك، وهنزل لك باقي السجل المدني كله. بيتهالي كده كفايه النهارده. ولو حسيت باي ربكه اتصل بيا فورا. الربكه من انهي ناحيه بقى؟
في الشريحة يعني. أيوة هيحصل إيه؟ يعني لو ضربت لخمة لو حصل أي مسحة كلمني على طول. أكلم حضرتك. أيوة. و حضرتك اسمك إيه؟ أنا كنت متوقع السؤال ده بس مش لدرجة إنك تنسى اسمي. شفت بقى لما حذرتك إن التحميل الزائد على الشريحة بتعمل مسح عشوائي. خليك معايا في المتابعة. اتفقنا؟ خلاص اتفقنا. ازيك يا عم حنفي؟ نعم. الله، مش عم حنفي المخبر برضو؟ انا لا اسمي حنفي ولا انا مخبر، انا شحات اداري وعلى باب الله. ده انا حتى ما اكلتش بقالي 3 ايام وانت عارف يعني كده بقى. يعني كده بقى يعني حنفي بالروس عطيه ساكن في 17 شارع المراحيض الدور التاسع ومخبر في اسمه بلاء الدكرور رقم البطاقه 0165201. يا نهار اسود. ولا المخبر هو اللي بلغ علينا. مخبرين خلطتهم حتى على الدكاترة.